شمالي سوريا، أجواء مشحونة ومحتدمة، إصرار تركي للهجوم ومخاوف كردية رغم الطمأنة الغربية. المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين أكد أن العملية العسكرية البرية على سوريا قد تبدأ في أي وقت، مضيفا أن الحوار بين أنقرة ودمشق على مستوى المخابرات مستمر. بالمقابل قال قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي إنه لا يزال يخشى هجوما بريا تركيا على الرغم من التأكيدات الأمريكية، مطالبا برسالة أقوى من واشنطن للضغط على تركيا.